الله مشاهدينا، ومن تراث دولتنا الحبيبة إلى متحف الشارقة للفنون، حيث أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن تمديد اثنين من معارضها القائمة في متحف الشارقة للفنون لنهاية العام الجاري، وهما المعرض الفني وأصبح الخيال حقيقة المستوحى من خيال الكاتب والشاعر الدنماركي هانس كريستيان أندرسون، والذي ينظمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف، وأيضا معرض الفنانة الأثيوبية عايدة مولوني والذي أطلقه معهد أفريقيا في الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف ومؤسسة الشارقة للفنون تحت عنوان العودة للوطن رحلة في التصوير الفوتوغرافي. للحديث أكثر حول أهمية تمديد هذين المعرضين يسعدنا نستضيف عبر الاتصال الهاتفي الأستاذة عليا الملا، أمين متحف الشارقة للفنون. حياك الله عليا، مساء الخير. حياك. هلا، مساء النور. هلا، يعطيكم العافية عليا. في البداية خلنا نتكلم عن أهمية هذين المعرضين بالتحديد، ونتكلم عن التمديد، إلى متى سيتم التمديد وما الغرض من تمديد هذين المعرضين بالتحديد؟ الرد على السؤال الأول، التمديد إن شاء الله راح يكون لين نهاية العام، لين نهاية شهر ديسمبر. نعم. الأهمية نحن كنا نبغي نحاول نوصل لأكبر شريحة من الجمهور، وحابين المجتمع والكل يستفيد من هالمعارض والتجارب الفنية. أيضا مثل ما ذكرتي، لأن هالمعرضين بالتعاون مع جهات ومؤسسات فنية أخرى، فأيضا صحيح. الغرض تعزيز العلاقات بيننا كمتحف وبين هالمؤسسات الفنية، لأن المعرضين لما افتتحوا المعرض الأول، معرض أصبح الخيال الحقيقي، كان في بداية شهر 3، والمعرض الثاني للتصوير كان المفروض يفتتح في نهاية شهر 3، ولكن للأسف بسبب الظروف الحالية واللي ما حصل، نعم بسبب الجائحة، نحن اضطرينا أن نغلق المتحف، والمتحف تم مغلق لفترة طويلة، ولكن احنا أيضا استغلينا هالفرصة وحولنا المعارض إلى معارض رقمية افتراضية. هي معارض افتراضية بالضبط. ومع إعادة افتتاح المتاحف في شهر 7، لاحظنا أن هذا كان صادف تقريبا نهاية المعرض أساسا، ولكن نحن لاحظنا أن كان في إقبال كبير على المعرضين، والناس وايد كانت حابة هالتجارب الجديدة اللي نحن عرضناهم، لأن كانت مستهدفة لفئة معينة من المجتمع، فهم وايد كانوا حابين، فحسينا لأن إذا مددنا يعني نوصل لأكبر قدر، أكيد. عدد أكبر بيستفيد من هالمعارض. أكيد عليا، لأنه يعني يمكن مثل ما ذكرتي، هو مع بداية الجائحة تم إطلاق معرض وأجل الآخر، ولذلك ما أخذ أي معرض من هالمعرضين حقه الحقيقة. ومهما يعني قلنا أن المعارض الفنية بالذات يعني تذوقها على الطبيعة ووجه لوجه غير، أو تجارب الفنية يختلف اختلاف تام عن الصورة الافتراضية يمكن لهذا المعرض الفني الموجود، ولذلك يعني أعتقد بأن التمديد هي فكرة ممتازة، وأعتقد أن كذلك في الفترة القادمة ومع الأجواء الجميلة هذه دعوة منا مشاهدينا كذلك إلى زيارة هذين المعرضين. عليا أنت معي؟ هي أنا وياك. عليا، أنت تحدثتي عن التعاون الحقيقة بينكم بين مؤسسات أخرى في هذين المعرضين، تكلمنا عنه أصبح الخيال حقيقة، يعني ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين بالتعاون معكم مع هيئة الشارقة للمتاحف، خبريني عن هذا التعاون عليا، كيف هي؟ هذا كان تعاون فضل. كان يعني كان نتائج إيجابية جدا، وأول تعاون لنا مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين. حلو. والمعرض أساسا لما افتتح بداية العام كان تزامنا مع اختيار الشارقة العاصمة العالمية للكتاب. صحيح. ولكن للأسف يعني مثل ما ذكرت، الفعاليات كلها تأجلت وردينا غلقنا المتحف. بالنسبة للتعاون يعني كان تعاون مثمر، وحتى المعرض لأنه كان الغرض منه كان بتفكيرهم وتنظيمهم، فكان مستهدف لفئة الأطفال والصغار، حتى طريقة المعروضات والتفاعل مع الأشياء اللي موجودة في المعرض أكثر، يعني الأطفال ينجذبون له أكثر، لأن كل قاعة مثلا مخصصة لقصة معينة. يعني القصة كلها مش مذكورة في القاعة، ولكن في مشاهد معينة أو صور توحي للقصة أو لغرض القصة. فنحن أو المجلس الإماراتي بشكل أخص كانوا
غرضهم انهم يبون يشجعون الاطفال انهم عقب نهايه زياره المعرض يروحون يقرون هالقصص حلو بنفسهم. حلو، انه يصير عندهم الفضول. يمكن احنا الان نشاهد علي على فكره على الهواء مباشره صوره من هذا المعرض، وكذلك ايضا المعرض الاخر الحقيقه ايضا جاء فيه تعاون، ومعرض الفنانة الأثيوبية عايدة مولوني أيضا جاء فيه تعاون جميل وبينكم وبين معهد أفريقيا في الشارقة، أيضا حدثيني عن هذا التعاون وعن هذا المعرض أكثر. مع معهد الأفريقية كان أيضا أول مرة نتعاون وياهم لمعرض فني، وبالنسبة للفنانة عايدة مولوني أول مرة تعرض أعمالها في الوطن العربي بهذا الشكل. بالنسبة لمؤسسة الشارقة للفنون نحن عندنا الحمد لله تعاون مستمر وياهم لمعارض وفعاليات مختلفة. نرد على معرض التصوير، يعني هو الشخص إذا لما يزور المعرض الأعمال يعني تجذب الواحد ومثيرة جدا، يعني حتى إذا الواحد لما يزور المعرض الافتراضي مثل ما كنت تذكرين قبل، يعني أبدا الزيارة الافتراضية أبدا ما بتعوض للزيارة الفعلية داخل المتحف، خاصة هالأعمال لأن فيها ألوان وفيها دلالات معينة ما بتظهر إلا إذا الواحد يكون يعني مقابل اللوحة ويدقق فيها. صحيح، ياخذها من اكثر من زاويه عليا كذلك، يعني او اكثر من جهه. باكثر من زاويه، حتى يعني التعاون وياهم كان جدا يعني سلس، والحمد لله يعني يبنى المعرض وتجارب مختلفه للجمهور عن طريق هذا التعاون. جميل، نحن نتمنى بالتاكيد عليا استضافه العديد من المعارض ومزيد ان شاء الله من يعني اشكال التعاون بينكم بين المؤسسات الاخرى سواء كان في اماره الشارقه او حتى خارجها لظهور هذا الإبداع الجميل. يمكن اللي شفنا لقطات بسيطة منه، وهذه دعوة مثل ما ذكرت للسادة المشاهدين لزيارة هذين المعرضين اللي مستمرين مثل ما ذكرت عليا حتى نهاية العام. شكرا لك عليا الملا، أمين متحف الشارقة للفنون. شكرا يا عليا. العفو.